السلام عليكم. أنا كنت مع الدفعة اللي احتجزوها الإيرانيين بآخر أول دفعة مشت. أول سيارة نحن أنا كنت أول سيارة من ضمن الدفعة اللي ما مشت، وصلت أول سيارة عند الـ 1070، عند النفق اللي كان خط إمداد لهم بين الـ 3000 والـ 1070. وصلت لهون، إجا ضابط صف معه بيكاب هايلوكس، صفه نزل رفع إيده هيك قال ولا عرصة بعدي. بعدين هون الصليب الأحمر كانت سيارة قدامنا، ونحن أول سيارة مدنية وراهم، ما حدا نزل من السيارة ولا كأني في شيء أبدا. بحكي عن الصليب الأحمر. بعد شي دقيقتين اجوا أربع سيارات، اجوا أربع سيارات فيهم تراب مشان يسكروا الطريق، ما سكروهم، رجعوا مشوا السيارات. صور هاي العالم اللي عم تهددها النظام حاليا، عم ترقد بالمعابر اللي عم تقول اني هذا حال الناس في المعابر اللي عم تقول اني روسيا اللي فتحتها للعالم. بلش اطلاق النار. يلا اطلعوا يا جماعة، في سيارة في زحمة، نزلهم خليكم حاليا.